واليوم مش نجاوبكم على سؤال مهم برشا، أهمية صحن السلطة اللي لازم يكون موجود في شقة الفطر. سؤال يجاوبنا عليه دكتورنا رضوان الصدفي. فوائد الصوم في شهر رمضان، أعداد وتقديم الدكتور رضوان الصدفي، يوميا على الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فام، زهرة الحياة. دكتور رضوان أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك سي عبد الرحيم، وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. ديما توصي فيا تقول يا رحيم صحن السلطة، صحن السلطة نأكد لك عليه ألف مليون مرة لازمك يكون موجود على الطاولة، خاصة في شقة الفطر. دكتور بسم الله الرحمن الرحيم، هذا صحيح سي عبد الرحيم، واليوم باش نبينوا أهمية صحن السلطة وقت اللي يبدأ موجود في الطاولة نتاع الفطور، كسسوا معناها في الصوم وإلا في الإفطار، وبالطبع في الصوم يكون أوكد وأوكد وأوكد. كيف ذلك؟ صحن السلطة يا أخواني المستمعين إن شاء الله عادة ما تتنحاش، يلزم كل ماكلة نحطوها يكون معاها صحن السلطة. وقت اللي نقول صحن السلطة يعني السلطة اللي هي مكونة من الخضر الطازجة، الخضر نتاعنا الطرية كيما الخس كيما الكرنب كيما البسباس كيما الليتي توا موجود، الأوراق الخضراء اللي نحنا مستنسين نعملوها السلطة، وهي أفضل ما كالسلطة الطايبة أكل السفناريا وبطاطا وجلبانة وما نعرف شنو. السلطة بالأوراق الخضراء اللي هي ماهيش ممسوسة بالنار معناها طازجة هي أفضل بكثير من أنواع السلطة الأخرى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كانت تفكروش في الحصة اللي قبل الفارسة تحدثنا على حاجة مش باهية اللي هي من عاداتنا في رمضان، وهي كثرة الأطباق. كثرة الأطباق اللي هي تلز الإنسان باش يذوق من كل شيء ويأكل من كل شيء، وبذلك مش يولي يأكل أكثر من الحاجيات متاعه، ولذلك ما هوش مش يستنفع من الصيام بتاتا. عاد نقول أنا ما الناس تحب على العين، يقول لك العين هي اللي تأكل. يا سيدي مادام العين هي اللي تأكل، كثر لي من الأطباق متاع السلطة، خلي ياكل من سلطة الليتي وبعد يمشي لسلطة الكرنب وبعد يمشي لسلطة البسباس وهكذا، أو كي يكسر من الأنواع متاع السلطة وهي كلها سيدة. علاش يا سيدي؟ لأن نحب الناس تفهم وقت اللي تاكل حاجة تاكل بوعي، تاكل بوعي بفهم. علاش أنا ناكل الشيء هذاك؟ أسيدي الخضر أول حاجة باهية فيها هو أنها لا تحتوي بتاتا على دهون، ما فيهاش شحومات، ما فيهاش معناها الشحم اللي هو أكبر مضرة في الماكلة بالنسبة للأجسام الكل. معك أي يعني يكون الإنسان مريض وإلا صحيح، الدهون هذه لا تعود على صحة الإنسان إلا بالحوايج اللي هي مش باهية. ولذلك وقت اللي الإنسان يأكل الخضر حتى وقت اللي يأكل منها كمية باهية هي ما تحتويش على دهون بتاتا. وهنا نقول للناس أكلي يحبوا على الرجيم، يحبوا يضعفوا في هذا رمضان، يا سيدي كثر من مأكلة السلطة، كثر من مأكلة السلطة، وزيد مع السلطة الصوم كامل النهار، نضمنك ونأكد لك أنه يكون أحسن رجيم تتبعه خير من هالرجيمات اللي هي ربما تكون باهظة في الأثمان متاعها وإلا معناها تكون صعيبة في التطبيق متاعها. فهذه السلطة عندها فايدة كبيرة ياسر. الخضر هذه بخلاف أنها ما تحتويش على الدهون اللي هي يمكن تضر البدن، هي تحتوي على حويج باهية ياسر. أول حاجة فيها سيدة في الخضر هي تحتوي على مضادات أكسدة، دي زونتي أوكسيدان. إيش معناها دي زونتي أوكسيدان؟ هذوما يا سي عبد الرحيم هما المواد موجودين في الخضر بكثرة، موجودين حتى في مآكل أخرى في الليجيمينوز هذيك الفول والجلبانة والحمص فيهم، أما في الخضر الطازجة هاللي زونتي أوكسيدان هما اللي يمنعونا ويمنعوا البدن نتاعنا من الإصابة بالأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة اللي تحدثنا عدة مرات قلنا ولات موجودة بكثرة عند الناس وحتى عند الصغار.
هذه اللي الناس اللي ياكل برشا خضره يبدا في البدن نتاعو كميه وافره من لي زونتي اوكسيدون هذوما، وهذوما الساده الاطباء يعرفوه الشيء هذايا، انه مضادات الاكسده هي اللي تمنع من الشيخوخه، تمنع من الـ من الـ من, الـ من الـ خاصه من الامراض المزمنه. بهذه المناسبه خليني نقول على خضره هي تو موجوده وبوفره لانه الوقت نتاعها، هو الخرشف. الخرشف يا سي عبد الرحيم يعني فيه احسن مطهر واحسن انتي اوكسيدون للكبده. وعلاش جبت موضوع الكبده؟ لانه مشكلتها السمنه هذه ولات بكثره موجوده عندنا في بلادنا عند الصغار والكبار، والسمنه هذه هي يمكن تعمل تشحم في الكبد، والتشحم في الكبد عنده مخلفات على طول، معناه يضر الكبده برشا. فانا ننصح الناس الخرشف اللي هو موجود توا يحطوه برشا في السلطة، ينجم يجي مع الكسكسي زادة ولا مع الطبيخة ينجم يجي، أما حتى وقت اللي يتحط في السلطة راهو عنده منفعة كبيرة. واني قلت لك يعني الباكو الحكة متاع فيها 30 حربوشة من المضادات الأكسدة اللي هي موجودة في الخرشف، فنتيش ولا في الانتي أوكسيدان، فهمتي شولا هذايا لا سيليمارين، فهمتي شولا تسوى تقريبا 15 يورو تسوى الحكة. وساعة ساعة ما تلقاوش في بلادنا، أنا نتجبر باش نكتبوا للمرضى نتاعي يجيبوه من الخارج. يا سيدي هاو متاح عندنا وموجود الخرشف وبأقل الأثمان، ولذلك ننصح الناس اللي عندهم شوية سنة ولا عندهم مشكلة في الكبد نتاعهم يكثروا من ماكلة الخرشف في الـ في الـ في, الـ في الصلات. الخضرة هذه اللي في السلطة تحتوي على أملاح معدنية هي صالحة ولازمة للبدن نتاعنا، كما الحديد، كما المغنيسيوم، كما المنغنيز، كما الكالسيوم، هذوما الأملاح المعدنية موجودة بكثرة في الخضر نتاعنا، وخاصة الخضر كلها خضرة هي مادام اسمها خضر، فهي تحتوي على كمية وافرة من الحديد. الحاجة الأخرى هو أن الخضر هذه يعني من خاصيتها الكبيرة برشا هي أن تحتوي على الألياف هذه سكون أبيل لي فيبر أليمونتير، موجودين معنا بكثرة وبوفرة، خير من اللحم، خير من البيتزا، خير من الطواجن، خير من كل هذا الكل، كالسلاطة وكالخضر الخضرة، لأنها تحتوي على الألياف. والألياف هذه عندها دورين اثنين، أولا تنشط حركة الأمعاء متاعنا، أكل الناس اللي يشكيوا من القبض، وتحدثنا البارح على أهمية الماء بالنسبة للقبض، يا سيدي الخضر والسلاطة خاصة كي تبدأ مفوحة زيت الزيتونة معناها تعاون ياسر للناس اللي عندهم القبض، في بلاصة يمشيوا يشريوا الدويات وإلا يبدأوا تعبين من هالقبض هذايا، نقول لهم وننصحهم يأكلوا برشا سلاطة راهي تعاونهم برشا باش يتنحى هالمشكلة هذه اللي هي تتوجد برشا خاصة في شهر الصيام. الحاجة الأخيرة اللي نحب إن الناس تعرفها من فائدة الخضر هذه هو أنها الخضر هذه بالألياف نتاعها تغذي البكتيريا الصديقة، وأنا كل مرة نشد شوية على البكتيريا الصديقة إن شاء الله الناس تولي تفهم الشيء هذايا وتفهم أش عندها في البدن نتاعها من داخل. يا إخواني المستمعين، في البدن نتاعنا خاصة في الأمعاء نتاعنا الغليظة موجودة عندنا كمية من البكتيريا من الجرثومة ولكنها جراثيم صديقة تعاوننا برشا، ومن جملة الفوائد نتاعها هي تقوي المناعة نتاعنا، من جملة الفوائد نتاعها هي أنها تعاون على امتصاص الأشياء اللي هي لازمة. نعطيك مثال، الناس اللي عندهم فقر الدم الأنيمية هذيك يبدأوا يألفوا في الحديد، يألف الحديد من غير ما يتحسن. علاش؟ لأن الحديد هو باش يدخل للدم نتاعنا يلزم يمتص، والامتصاص في أكثرية الأحيان لازمينه البكتيريا الصديقة، هي اللي تعاون ياسر على امتصاص الحديد والمعادن الأخرى. فماكلتنا في السلطة تعاون وتقوي وتغذي ياسر البكتيريا الصديقة اللي هي عندنا في الـ في الـ في الأمعاء نتاعنا. واضح. وفي الأخير يا سي عبد الرحيم أقول
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فشوفوا هالصلاتك اللي برشا ناس تستغنى عليه يقول لك شنو هو الصلاتة، شوفوا الفوائد الكبيرة اللي فيها. واضح دكتور رضوان الصدفي، انغرو ميرسي للنصيحة اللي قدمتها لنا اليوم. هاكم شفتوا أهمية الصلاة اللي لازم تكون في اليوم العادي ولا حتى وقت شهر الصيام. هذا أكثر تسمعوا تدخلوا على الباج في الفيسبوك ولا على www.radiohayatfm.net.